اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات برنامجكم تأملات انسانيه. بنعتذر لكم بشده على التاخير النهارده لعطل فني في ترتيب الامور في البرنامج مع القناه، ونوعدكم ان شاء الله انها تكون اخر مره، وباذن الله باذن الله هنحاول ان احنا بدايه من الحلقه القادمه برنامجنا هيكون ساعه كامله على الهواء مباشره، مش هيكون بس نص ساعه. بكرر اعتذاري على التاخير، وبشكر كل المتابعين وكل الجمهور الجميل اللي قاعد مستنينا امام شاشه قناه الصحة والجمال. اسمحوا لي ارحب بالزميله الجديده اللي انضمت للبرنامج، خلود رفاعي. شكرا. وانا واثق ان هي تكون اضافه مميزه جدا للبرنامج، وباذن الله يكون فتحه خير علينا كلنا باذن الله. وارحب مره ثانيه بزميلتي الجميله المميزه المذيعه الجميله مذيعه التلفزيون المصري اللي عامله برنامج على قناه النيل التعليميه، ويوميا بيكون موجود على الهواء مباشره. اهلا وسهلا بك يا امام منور الدنيا. وارحب ترحيب خاص جدا بالاخت العزيزه الغاليه وش الخير وش السعد اللي معانا في برنامج تأملات انسانيه وفي مشوار تأملات انسانيه من اول حلقه، وكانت اول مذيعه تظهر معانا في برنامج تأملات الانسانيه في الموسم الاول، كان بعنوان هو وهي، وهي الاخت العزيزه والصديقه العزيزه الاعلاميه الجميله منار وصف. ميرسي يا محمد، مهما قلت عنك مش هوفيك حقك يا منار. ربنا يخليك يا محمد، وانا مبسوطه ان انا معاكم بجد النهارده، يعني ده شرف لينا، وبنعتذر لك على التاخير. لا ولا يهمك، متعوده منك كده على طول بتضحكي على الهواء. وطبعا برحب بنجم الحلقه، فعلا هو نجم الحلقه، وحلقتنا النهارده بعنوان بطوله من نوع خاص. ارحب بالفنان الرائع الاستاذ محمد الجندي. اهلا وسهلا بيك يا محمد، منور الحلقه، وان شاء الله تكون حلقه موفقه. واحنا هنتكلم النهارده بعنوان بطوله من نوع خاص، يعني هو شاب يعني لم تمنعه وجود ظروف خاصه ليه، وزي ما الرئيس السيسي سماهم ذوي الهمم، هم فعلا قدوه لينا، هم شباب نفخر بوجودهم في بلدنا وهم ذوي الهمم. محمد فنان جميل، وعندنا مفاجاه مش هقولها لكم دلوقتي، هتكون في اخر الفقره الاولى ان شاء الله. فخلونا نبدا حلقتنا مع الزميله العزيزه ايمان المصري. اعزائي المشاهدين، احنا عارفين انه يعني في موقف بيتكرر، وهو ان ممكن يبقى في اسره او مجموعه من الاسر بيبقى ليها مولود من المواليد اللي هم اصحاب الهمم. لما بيتولد المولود ده احيانا كتير جدا بنلاقي انه رد فعل الاسره يعني بيتغير او بيبقى مش واحد. احيان كتيره قوي ممكن ردود فعلهم تسبب مشاكل، ممكن يكونوا مش متفاهمين ابدا للقصه اللي حاصله عندهم او يتعاملوا مع الوضع ازاي. فانا حابه يعني ابتداء يعني من منطلق فكره انه بيحصل احيانا توتر كمان في العلاقات داخل الاسره، اني اوجه سؤالي للاستاذه منار، واعرف منها انتوا في تعاملكم مع محمد ازاي ان انتوا قدرتوا تكتشفوا الموهبه اللي عنده وتتخطوا حاجز الصدمه الاولى، او فكره انه يكون في حد عنده ميزه مختلفه عن بقيه الناس اللي موجوده، ازاي قدرتوا تتعاملوا مع ده؟ وهل ممكن ندي نصيحه للاسر اللي بتواجهها نفس الموقف؟ اولا محمد فنان موهوب جدا من زمان، بداية ما هو طلع المدرسة هي اللي اكتشفته، كان ممكن الصبح معاك هو طبعا المدرسة مش عارفة فيها. لا ضن كملي كملي. انسان موهوب ومتميز، وكان بيجيب فول مارك في درجات كتير لغاية ما اكتشفوه. تمام تمام، حلو جدا. طب وايه ممكن تكون نصيحه تتقال للاسره المصريه اللي ممكن تواجه موقف زي ده؟ يعني اكيد حضرتك عارفه طبعا ان الاسر دي ما بتبقاش فاهمه كويس الموقف، ما بتبقاش مقدره فكره انه عندهم مولود جميل زي ده يقدروا يرعوه، وانه ممكن يكون نعمه كبيره زي ما حضرتك يعني كنت قلت لنا قبل كده. فتحبي تقولي لهم ايه او تقولي لهم نصيحه ايه؟ بصي حضرتك، يعني الأسر المصرية لازم تخلي بالها كويس جدا، لأن هي تعتبر أسر محظوظة، فبناء على كده لازم ننمي في الطاقة الإيجابية، أديله ثقة في نفسه عشان يقدر يتعايش، لأن هو كيان من ضمن الأسرة كلها، فما يبقاش في فرق بين التعامل معاه وبين الأعضاء المختلفة في البيت. فده نصيحة إن هم يعني أي أسرة فعلا مصرية في الحالة دي
ده نعمة من عند ربنا وفعلا تعتبر أسرة محظوظة. ميرسي جدا ليكي. ونروح بقى لاستاذه خلود. ماشي، شكرا يا استاذه امين. دلوقتي انا برحب بضيوفنا الكرام اللي منورينا في حلقتنا متميزه من تاملات انسانيه، وبرحب بزملائي الاعزاء طبعا استاذ محمد واستاذه امين بانضمام الفريق تاملات انسانيه، وان شاء الله تكون تجربه موفقه علينا جميعا باذن الله، تكون بدايه جديده لي في مجال الاعلام. ربنا يخليك يا استاذ محمد. في مقوله لزميلنا العزيز محمد نجم بيقول فيها إن الإعاقة الحقيقية إعاقة الفكر وليست إعاقة الجسد. فعلا احنا مقتنعين إن العجز الحقيقي عمره ما كان عجز جسد إنما عجز الفكر. محمد، أنت بالنسبة لنا نموذج ملهم بيدينا كلنا طاقة إيجابية. حابين تعرف المشاهدين عن نفسك وعن أهم إنجازاتك اللي حققتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد شريف الجندي. حصل على عديد من مهرجانات الإبداع الفني وإسكندرية والقاهرة. تمام. واخد ميداليات، واخد كاس. طبعا أنا عارفة يا محمد اللي أنت مشترك في بعض الجمعيات الأهلية وبعض المعارض الفنية، ممكن تقول لنا أنت اشتركت، كان بدايتك كانت فين من في المعارض دي؟ جمعية نداية الرحمن الخيرية. تمام. جمعية السابق الخيرات. وجمعيات أخرى كتير. انت اشتركت برضه في مستشفى 57 357، كان ايه دورك في 57؟ كان دوري ان انا متطوع اعمال خيريه في جمعيات كتير. كويس يا محمد، انت فعلا نموذج مشرف لمصر كلها والمجتمع. فخر لينا فعلا والله، وقدوه لينا. طبعاً. قدوه لينا، احنا نتعلم منك يا محمد حقيقي. طب اسمحوا لي بقى ايه اجي للمفاجاه. اللي انا عرفته من الزميله والصديقه العزيزه والاخت العزيزه منار وصفي ان محمد كمان بيغني. ده موهوب. فيعني انا عايزك بقى يعني محمد تسمعنا حاجه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دا الليل هدى. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت لي شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. الله 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 يا محمد، بجد محمد انت قدوة لينا يعني. فنان شامل وانسان متحدي لأي ظرف وأي وضع ما كانش ليك ذنب فيه. ما هو عنده كمان يعني مش موهبة الغناء بس، لا يعني عنده تمثيل، هو طموح جدا ما شاء الله عليه، فبيحب يعني عايز فنان شامل. طب لو في صور ممكن تنزلوا لنا صور من اعمال محمد لو تسمحوا. كنت انت بعت لنا بعض الصور يا محمد، فعلا نزلت، فاسمحوا لنا ان هي تنزل بعض الصور. بص يا محمد انا شايف صور ليك نازله على الهواء، حاجه جميله جدا. كلمنا بقى عن علاقتك الخاصه بقى بنونا بقى بمنار العسل دي. يعني مدى معزتها ليك ودعمها ليك؟ بركه في والدتي، ربنا يبارك فيها يا رب مدام هبه السكره. بركه في خالتي طبعا حبيبي، ربنا يخليكم لبعض. استاذه نجلاء علي، ربنا يخليكم. هم دول اللي وقفوا جنبي ودعموني، وانا ده حتى انت في الصوره كاتب اسم منار، احنا شايفين الصوره على الشاشه اهي كاتب اسم منار. ربنا يخليكم لبعض يا رب، ويعني ونظل نستعرض النماذج الملهمه القيمه اللي زي محمد وامثاله. واسمحوا لنا دلوقتي نطلع فاصل. الفاصل ده احنا تناولنا في تقرير القرارات اللي الحكومه اتخذتها في الفتره الاخيره. الحكومه كانت الحكومه كانت بدات اخذت قرارات برفع الحظر ورجوع الحياه لطبيعتها نظرا للظروف الاقتصاديه اللي اثرت على عدد كبير من الناس. فخلونا نطلع التقرير ده نشوف معالي اللواء محمد عمر قال لنا ايه، ومعالي اللواء احمد ابو العزايم، احمد ماضي ابو العزايم قال لنا ايه، وبعض المواطنين المصريين كان ايه رايهم في قرارات رفع الحظر ورجوع الحياه لطبيعتها. نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل مع حلقه مميزه من برنامجكم تأملات انسانيه.
عايز اعرف راي حضرتك في تخفيف الحظر ورجوع الحياه لطبيعتها. طبعا موضوع تخفيف الحظر في التوقيت هو جه في التوقيت اللي انا شايف ان هو جه في التوقيت المناسب، لان في بعض فئات كتير من فئات المجتمع الاخر خاصه الطبقه العامله في المطاعم والكافيهات وبعض الاماكن، الفئه دي كلها قد وصلت لمرحله العدم. فاظن الفتره الحاليه رفع الحظر مع اتخاذ الاجراءات الوقائيه ده اسلوب مناسب حتى نقدر نتعايش ونقدر نتعايش، لان الموضوع شكله كان هيطول شويه. فلو الموضوع كان هيطول اكتر من كده متهيألي كانت هتبقى في مشكله كبيره، وهندخل في مشكله اكبر اللي هي مشكله البطاله ومشكله الفقر. فمتهيألي الغاء الحظر جه في الوقت المناسب. عايز اعرف راي حضرتك في تخفيف الحظر ورجوع الحياه لطبيعتها اليومين دول. يعني على المستوى الاجتماعي اغلب فئات الشعب المصري، طبعا احنا عارفين ان الطبقه العامله العامل المصري اللي رزقه يومه بيومه ده طبعا هتخدم العالم المصري اللي رزقه يومه بيومه، في حين ان احنا بنبقى محتاجين وعي للشعب انه يكون فاهم وواعي ازاي يتعامل مع الفيروس، ازاي يقدر ياخد حرصه في التعامل مع الاخرين في المسافات الامنه بينه وبين الاخرين، طرق التعقيم وطرق مكافحة الفيروس. الحاجات دي كلها لازم تكون في وعي عند الشعب ازاي يتعامل معها. عايز اعرف رأي حضرتك في الغاء الحظر ورجوع الحياة طبيعتها اليومين دول. اهلا بحضرتك واهلا ببرنامج تنمية انسانية. طبعا كون ان الدولة مؤسسة الدولة تاخد قرار زي ده اكيد هي عندها وعي بالكلام ده، بس طبعا لازم الشعب يساعدهم ان بالوقاية اللي هم حطوها ان هم يلبسوا الكمامة، لان برضو معظم اغلبية الشعب ما بيلبسوش كمامة ودي حاجة مهمة جدا. فان طبعا هم واخدين القرار ده اكيد بناء على ان مثلا عشان البطالة، بناء ان في ناس مثلا كان مصدر رزقها من حاجات من جهات مختصه، فطبعا الجهات دي يعني اتقفلت، فالطبيعي ان هم لازما يشتغلوا في الحاجه زي كده. فطبعا كون ان الدوله بتاخد قرار زي ده فطبعا ده طبعا حاجه كويسه، بس الشعب المجتمع لازما يساعدهم على هذا، ويساعدهم على هذا بالوقايه اللي هم حطوها اللي هم لبس الكمامه. ما ينفعش يبقى في تقارب. والله هو رفع الحظر يعني مطلوب عشان الناحيه الاقتصاديه، ولكن الشعب المفروض انه يلتزم بال يعني باساليب التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه والجوانتي، ويعني لان ده هو هيقيه شر العدوى. واذا ما التزمناش بكده يبقى الحال هيبقى صعب شويه. ونرحب باللواء الشريف أحمد ماضي أبو العزائم، رئيس مؤسسات أبو العزائم للتنمية وحقوق الإنسان والصداقة بين الشعوب. أهلا بك يا فندم، إحنا اللي برحب بيكم وكل سنة طيبين. إحنا طبعا مبسوطين بوجود حضرتك معانا في البرنامج ودعمك الدائم لينا، وكنت حابة أعرف رأي حضرتك في قرارات إلغاء الحظر ورجوع الحياة لطبيعتها. وطبعا احنا بنبدأ البرنامج لان احنا كمنظمات المجتمع المدني طبعا بنبقى واقفين مع الشباب ومع الاعلام، لان الاعلام هو اللي بينقل الصوره الواضحه الصريحه اللي ما فيهاش اي رتوش بكل اللي بيحدث في مصر في العالم العربي. رايي بقى بالنسبه ل طبعا قرارات رفع الحظر بقى وعوده الحياه الطبيعيه، ده وضع طبيعي جدا على مستوى العالم كله، لان الوباء ده كان عالمي مش محلي لا في الدول العربيه ولا مصر، ولكن ده كان وباء عالمي. خدنا الوسائل الاحترازيه يعني كمامه والتباعد الاجتماعي وقعدنا 3 شهور في البيت، ويمكن الحكومه الوحيده على مستوى العالم كله الحكومه المصريه في جمهوريه مصر العربيه اللي عملت مرتبات للمهن الصغيره والمهن المتقطعه والمهن اليوميه، فكان من باب اولى ان احنا عوده الحياه الطبيعيه وعوده العمل وعجله الانتاج مع وجود التباعد زي ما قلنا، ومع وجود الكمامات ومع وجود الادويه اللي صرفتها وزاره الصحه والجيش الابيض اللي عمل مجهود غير عادي. الحياه كان لازم ترجع طبعا، كفايه 3 شهور قوي 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 الحياه ترجع، مع التوعيه للمواطن المصري شباب او كبار او كده ان برضو الوباء لسه ما خلصش، ودي توعيه برضو من البرنامج وبنعلن على الهواء ان الوباء في العالم كله لسه ما خلصش. تمام. احنا برنامجنا اسمه عمار يا مصر، فحابين نعرف رأي حضرتك في الدور اللي قامت بيه الدولة وقامت بيه القوات المسلحة علشان نتخطى الأزمة اللي احنا بنمر بيها والعبور بالدولة بسلام.
والله اقول لحضرتك حاجه، يمكن القوات المسلحه شالت عبء كبير جدا 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 في كل القطاعات، وقطاعة الطرق والمواصلات وفي الزراعه وفي الطب وفي يعني الجيش المصري صاحي وواعي. الجيش المصري مصنف تاسع اقوى جيش في العالم، البحريه المصريه سادس اقوى بحريه في العالم. وفي نهاية لقائنا حابين نشكر اللواء الشريف أحمد ماضي أبو العزائم على دعمه الدائم لينا في برنامج تأملات إنسانية وتواجده معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا في حلقة مميزة جدا من برنامجكم تأملات إنسانية، والحلقة النهاردة بعنوان بطولة من نوع خاص. وفعلا احنا معانا النهاردة بطل من نوع خاص، وسعداء جدا بوجود الزميلة العزيزة منار وصفي معانا في الحلقة النهاردة. ونبدأ بخلود. إخلود، ماشي يا محمد. يقال إن أسر أصحاب الهمم عزلات في المجتمع. أستاذة منار، إزاي قدرتم كأفراد مسؤولة عن محمد تقللوا التأثير السلبي ده وتخلوه عضو فعال في المجتمع؟ أولا لازم أي حد يحمد ربنا وبيكون من الأسر بجد المحظوظة إن عنده حالة زي دي في البيت. طبعا. دي بتبقى نعمة من ربنا. لازم أدعم فيه إن يبقى عنده طاقة إيجابية يقدر إن هو يواجه كل المشاكل اللي حواليه في المجتمع. أقول لبرضو لبعض الأسر إن أنتوا فعلا يبقى في مساوية بين الولاد بينها وبين بعض. لازم أديله ثقة في نفسه جدا عشان يقدر يتعامل، وده دور الأسرة. يعني أنا عايزة أقولك إن مامته فعلا كانت بتتعب معاه وهي اللي بتساعده، بخلاف طبعا أنا كأم تانية لي. مامته اتكرمت كأم مثالية. فأي حد عنده طفل زي ده لازم يديله الثقة في نفسه كويس جدا عشان يقدر يتعامل. ولازم طبعا لازم طبعا لازم طبعا نرسل التحية من برنامجنا، من برنامج تأملات إنسانية، للبطلة الحقيقية مدام هبة، مامة محمد الجندي، مامة الفنان الجميل محمد الجندي. وبنحييها مليون سلام وتحية على مجهودها معاه وعلى النموذج المشرف العظيم اللي احنا مستضيفينه معانا النهاردة في الحلقة. تمام محمد، بقى انا يعني قبل ما اسالك انا عايزه اقول لك ان دي احلى حلقه بالنسبه لي انا، لان انت موجود فيها. انت بجد نموذج ملهم جدا للناس كتير قوي، والناس بتشوف يعني اللي انت بتعمله بتحققه في حياتك حقيقي بتتعلم منك. بس انت اكيد واجهت صعوبات كتيره في حياتك، فانا كنت عايزاك تحكي لنا كده وتحكي للناس وتعرفهم ايه الصعوبات اللي واجهتك في حياتك، وبعد كده هتقول لهم رسالة للشباب اللي انت شايفهم قاعدين محبطين ما بيعملوش حاجة لانه جواهم احباط مسبب لهم هم اعاقة في التعامل مع المواقف. ممكن تقول لهم ايه؟ اتفضل. الصعوبات يا محمد. الصعوبات. المشاكل اللي قابلتك في طريقك الفني. حاجة العزيمة والكرامة والقوة. الارادة. الصعوبة والارادة. الدعم والدعمون. صح مظبوط. الدعم مثلا زي دعم والدتك ليك او اسرتك والناس اللي حواليك. طب بالنسبة ليك انت بقى يا محمد شخصيا، ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ لان انا اللي عارفة ان انت شخصية طموحة قوي ونفسك تحقق حلم معين. ايه الصعوبات اللي واجهتك علشان تحقق الحلم بتاعك؟ ناس كتير بيبصولي كده بحس باكتئاب نفسي وعصبي، ف بيواجهون ان بيقولوا لي اللي انت ما بتعرفش لا ترسم ولا تعمل حاجه، فده بيجي لي ما شاء الله. ده انت رسمك حاجه رائعه. وبعدين يكفي ان انت رغم طب يا ريت ننزل الرسومات تاني بتاع الفنان محمد جندي. يكفي ان انت رغم ان انت موهوب امكانياتك محدوده، لا عامل حاجات جميله وحاجات رائعه. لا ده احنا بنحييك يعني صراحه من برنامجنا. وعنده قناه على اليوتيوب، انت عامل يوتيوب شانل صح؟ وحاطط فيها الرسومات بتاعتك وبتعلم الناس الرسومات كمان. كنت رحت في بعض رسمه جميله اهي. بصوا معانا عارضين لنا زمايلنا في الكنترول رسمه جميله اهو، حاجات رائعه صراحه يعني. جميل. طب انت كنت بتسالي امان على
على الرساله اللي يوجهها بالظبط. في بقى يعني انا في عندي سؤال مهم قوي عايزه اعرف منك، انت لو شفت الرئيس السيسي دلوقتي قدامك في الحاله دي ممكن تقول له رساله ايه او تطلب منه ايه؟ انا بحبك جدا ونفسي تكرمني عشان ابقى الفخر المصري. الله ان شاء الله ان شاء الله فعلا فخر المصري يا محمد، انت حقيقي فخر المصري. طموحاتك ايه يا محمد في المستقبل؟ نفسي اعمل معرض عشان الناس كلها تدعمني ان شاء الله وتقف جنبي ويبقى لي عزيمه وقوه. ربنا ان شاء الله يحقق لك مرادك باذن الله. واحنا هنا من برنامجنا من برنامج تاملات انسانيه احنا برضو بنضم صوتنا لصوت الفنان الجميل محمد الجندي وبنتبنى هذه الموهبة اللي رحبها ربنا سبحانه وتعالى بالعديد بالمواهب والطموح والعزيمة الشديدة القوية اللي عنده، وبنقدم من برنامجنا من برنامج تأملات إنسانية رسالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كلنا بنشعر ان هو أب لينا وأب لكل المصريين. نرجوك يا رئيس وانت معروف عنك جبر الخواطر، نرجوك 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 تجبر بخاطر الفنان الجميل محمد الجندي اللي من ذوي الهمم اللي حضرتك اطلقت على عام كامل وسنة كاملة عام ذوي الهمم، بنترجاك ان انت تكرم محمد الجندي في اول فرصة تتاح لحاجة زي كده ان شاء الله بإذن الله. طب منار انا عايز بقى اسمع منك كلمة اخيرة في حلقة زي دي عن يعني عن في دقيقة كده تكلمينا عن يعني محمد ايه اللحظات الخاصة اللي كانت بينكم بقى في علاقتكم، عارف ان في علاقة من نوع خاص بينكم جدا. والحكمة اللي خدتيها من محمد والحكمة اللي بتحاولي دايما توصليها لمحمد. اولا انا تعلمت منه الحب بدون عطاء، اتعلمت منه الحنية، ان ده الشخص الوحيد اللي بيحبك بدون اي مصلحة فعلا. يعني محمد انسان حساس جدا ومرهف. انا بقى بوجه يعني بناشد حتى الدوله والوزارات ان هم يهتموا بشخصيات زي محمد كده، لان محمد الحمد لله محمد شغال في التربيه والتعليم، في وزاره التربيه والتعليم. روعه دي معلومه جديده دي. شغال موظف وزاره التربيه والتعليم. وطبعا ايضا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اكد جدا على وجود نسبه لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم في الجهاز الحكومي في الدوله، ودي كانت لفته انسانيه مميزه. الحاجة التانية بقى ان انا يعني انا ممكن اقول رسالة لكل ام او اب ان وللناس كلها ان مفيش شخص سوري اللي هو قاعد على الكرسي هو اللي معاق. في نوعية من الناس كتيرة عندها اعاقة، في واحد ممكن يبقى معاق في تفكيره في اخلاقه ذهنيا في ضميره زي ما بنقول الأذن، بس محمد بطل حقيقي جدا. وأنا فعلا فعلا كنت سعيد وتشرفت بوجود البطل العظيم البطل محمد الجندي معانا النهاردة، وكنا سعداء معاكم في حلقة مميزة من برنامج تأملات إنسانية. وإن شاء الله إن شاء الله نوعدك يا محمد إن إحنا دايما ندعمك وتكون سواء ضيف معانا أو ننشر عنك مقالات أو نكتب عن الشخصية الجميلة الملهمة دي. وبشكر الزميلات الجمال اللي كانوا معانا النهاردة، بشكر خلود اللي نورتنا لأول مرة، بشكر الوردة الجميلة اللي دايما منورة في البرنامج، وبشكر ضيفتي الجميلة النجمة من الوصفي. إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ونحييكم من حلقة مميزة. كان معانا النهاردة نموذج ملهم بمعنى الكلمة وهو الفنان محمد الجندي. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية.